القضيه ديال المنشطات فيها شقين، نشكرك عليها. الشق الاول ما نسمحوش بانه تكون حمله على المغرب وعلى الابطال ديالو، على المكتسبات ديالو باسم المنشطات. يعني خصنا نحضروا من هاد الخدع الاعلاميه وبعض التسريبات وبعض الاشاعات، ولكن نحن في اطار التزاماتنا الدوليه نحارب كل وجميع انواع المنشطات التي تمارس في جميع الرياضات. وبالتالي الشق الثاني، الوزاره عازمه على ان تتابع هذا الموضوع وفق المساطر المتبعه داخل المغرب وفق كذلك المعايير الدوليه، ونحن في هذا الاتجاه مصممون على ان تكون الرياضه المغربيه رياضه فرجه وصحه وعقل سليم. العقل السليم في الجسم السليم، هذا هو شعار في قطاع الرياضه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.